في البلاي متواصلين حتى الماضي 3:30 ونبداو في استقبال ضيوفنا ونستقبلوا اول ضيف اليوم اكيد متعلق بالحدث حاليا المنتخب الوطني التونسي في النمسا يواصل استعداده لمقابلة نيجيريا ان شاء الله الودية نهار الثلاثاء انطلاقا من 7:30 متاع العشية. جديد المنتخب واخر اخباره ناخذوها من عند العضو الجامعي المكلف بالمنتخب السيد هشام بن عمران. سي هشام شنو احوالك؟ مرحبا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا. دونك سي هشام اعطينا اخر اخبار المنتخب. ظهر لي البارح كان تحول للنمسا، اليوم المنتخب عنده سيونس دونترينمون، هذا هو تقريبا؟ اكيد اكيد البارح وصل المنتخب بسلام معناتها للنمسا، خلطوا مع 6:30 7 تاع العشيه، ما جراوش حتى تدريبيه خاطر الدنيا معناتها شتاء واحد دونك يزون بريفيري يرتاحوا. اليوم عندهم حصه تدريبيه 5:30 ان شاء الله، والمجموعه الكل 24 لاعب اللي موجودين في صحه جيده باش يكملوا يواصلوا العمل نتاعهم وتحضيرات النيجيريا اللي كما تعرف نيجيريا سي ان كاليبر سوبيرور شويه على المنتخب السوداني، وان شاء الله يمتعونا كما متعونا في مقابله السودان. معناتها كانت مباراة محترمة من العناصر الدولية نتاعنا، وإن شاء الله يواصلوا العمل نتاعهم ويحضروا في أحسن الظروف المقابلة هذه اللي مقابلة نجم تكون مقابلة ريفيرونس، خاطر تعرف نيجيريا كاليبر في 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 إفريقيا، وإن شاء الله إن شاء الله أنا نتمنى معناتها باش الناس الكل تبدا في صحة جيدة ويواصلوا العمل نتاعهم وأن أتوندون ليزيشيونس اللي جايين أفريكان ولا تاع الكوب دي مون. بقدرة ربي ماشي الفريق نتاعنا ماشي في الطريق السوي وان شاء الله ربي يوفقنا. وكاو هو كان تحاول البارح باش يكون الصباح، علاش تأجل شوية ولا العشية سي هشام؟ والله تأجلت على مع عدة ظروف، معناتها كانت كنا باش نمشيو في القايلة وباش ترسينا نخلطوا غاديك العشية معناتها مأخر باش نعملوا باش نمشيو في القايلة نخلطوا ما نخلطوش على السوق، حسيتوا حكاية ترتيبات تاع المدرب خير معناتها نمشيو في العشيه نقلتو بعد معناتها نجمو نعملو حصه تدريبيه وبعد في الاخر ما فحتش حصه تدريبيه مش مشكل. اليوم عندهم حصه تدريبيه اما وخرنا احنا اللي وخرنا المشي لعده عوامل معناتها فنيه، والطاقم الطبي والطاقم الفني هما اللي حاولوا باش يوخروا المشي. وكاو جديد اليوم ظهر لي سي هشام تم الاتفاق على البث التلفزي ظهر لي. وزيد ولا حبيت هذا معناتها حبينا نسيقوها سكوب نسوقوه للساده المستمعين وللرياضيين التوانسه باش كما قلت لك يتمتعوا بالمقابله نتاع نيجيريا، وخذينا بث معناتها حق البث واعطيناه للتلفزه الوطنيه. ان شاء الله بقدره ربي باش يكون البث يوم الثلاثاء بالماتش السبعة تاع العشية، إن شاء الله قلت ربي باش يعديو اون ديريكت، وهذا كله خلي الجمهور التونسي يزيد يكمل يتمتع، خاطر تكون معناتها بالظروف اللي موجودة في البلاد وكذا، حتى ماتش كيما هذا كي يتفرجوا فيه حتى تعطي شوية هكا سيكولوجيكمون ان سونس بوزيتيف، معناتها للعباد اللي باش يتفرجوا حتى الملاعبيه يعرفوا روحهم باش يتعداوا في التلفزه يزيدوا يعطيهم اكثر ما عندهم وان شاء الله يعديوا مقابله باهيه ان شاء الله. هذا مؤكد خاطر اخر مقابله هذه مع الكوت ديفوار على ما اعتقد في فرنسا وقتها كان بريفيو باش تعدى الماتش ما تعداش، معناها مؤكد رسميا نقولوا مقابله باش تعدى. مؤكد رسميا علاش قلت لك انا سكوت، خذينا حق البث احنا كجامعه تونسيه كره القدم خذينا حق البث شريناه واعطيناه للتلفزه الوطنيه قدرت ربي باش تعدي. باهي سي هشام امبارح تقال برشا كلام على وضعيه فرجان الساسي وكذلك سيف الخاوي ما تحاولوش مع المنتخب ظهر لي للنمسا، شنو هو الصحيح في الكلام اللي تقال سي هشام؟ عندنا معناتها في الجمله عندنا ثلاثه ملاعبيه اللي ما تحاولوش مع جاسر الخميري ايضا مجموعه نتاع 27 ولا 24 كما سيف الخاوي معناتها عنده اصابه معناتها على مستوى الكحل رسلت له قعد هنا، بالنسبه للخميري امور معناتها اداريه بحته ما نجمش نتحسن مالوش على الفيزا في اخر وقت معناتها في بالنا باش ناخذ الفيزا ومن بعد جينا باش ناخذوه هذيك في عن طريق الامباسات في المطار، تعرف كلاجنفورت مش مطار انترناسيونال سي تان بيت ايروبور، دونك الاجراءات ما كانتش معناتها ممكنه.
دونك ما مشاش. وعندك فرجاني ساسي هو كسر، هو قال خاطر هو الى كوتوي معناتها كالكان دو بوزيتيف، هو خير وحده باش معناتها يعمل كونفينمون بخمسه ايام، وهذاك هو السؤال معناتها بالنسبه لي، هو خدا القرار الصايب. ونتصور اللي معناتها الكل ثلاثه هذوما اللي يعد للاسباب هذيا ما مشاوش، قعدوا 24 في اخر مره روحهم ان شاء الله ربي يوفقهم. سيف الخاوي معناها لاباس، ما عندوش كورونا ولا حتى شيء، ذوش اصابه. لا لاباس، ما عنده اصابه صغيرة على مستوى الشفي في بالي، ضرب في الانترينمون نتاع بعد الماتش، ومن بعد رسلت له ما تخيل حتى الطاقم الطبي يقول لك يا خويا باش تهزه، يحتمل مضروب، يحتمل معناتها يعمل الاجراءات معناتها الفحوصات الطبيه يكملهم في تونس ويمشي على روحه كهو. واضح، يعطيك الصحة على كل التوضيحات بخصوص المنتخب. سمع سؤال جا لبالي سي هشام بخصوص موضوع طارق بوشماوي، باش تعطيو ترشيح للكاف ولا لا؟ احنا بالنسبة لنا احنا كجامعة جامعي رشحنا وديع الجري، ومعناتها اثر اجتماع عملناه الشهر الجمعتين التالي يظهر لي فهمتني، واتفق المكتب الجامعي باش يعطي تزكية الوديع الجري. السي طارق بوشماوي في ظروف اخرى ما نعرفش كيفاش الموضوع، اما تبقينا بالنسبه للمكتب الجامعي واضح قراره واضح وصريح، عطينا التذكره للسي وديع الجري وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله. مؤكد معناها مش باش تعطي التذكره لطارق بوشماوي، دونك مش تقدم لانتخابات الكاف؟ والله هذا سؤال ما نجمش نجاوبك عليه، اما نعطيك الموقف نتاعنا والقرار نتاعنا كمكتب جامعي باش يكون المترشح نتاعنا هو سي وديع الجري ان شاء الله. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحه. سي هشام بن عمران العضو الجامعي المكلف بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على كل التوضيحات اللي مديتنا بها. دونك حسب ما اكد السيد هشام بن عمران انه الجلسة الإقليمية ما تحاولش مع المنتخب بسبب اجراءات تعطلت في تجهيز الفيزا نتاعه، وكذلك فرجاني ساسي خالد كما اكد على صفحته على انستغرام خالد شكون عنده الكوفيد 19، على ذلك خير انه يبقى في الحجر الصحي لمدة 5 ايام. بالنسبة لسيف الدين الخاوي أكد سي هشام بن عمران أنه اللاعب ماهوش ما عندوش كورونا ولا حاجة، اللاعب عنده إصابة وعلى ذلك ما تحولش مع وفد المنتخب للنمسا المقابلة باش تكون باش تتعدى تلفزيا إن شاء الله غدوة على القناة الوطنية الأولى الجامعة قناة حق البث نتاع المقابلة ومنحتها للتلفزيون الوطنية. أيضا أكد هشام بن عمران أنه المكتب الجامعي باش يدعم السيد وديع الجري في انتخابات الكاف، بالتالي مش باش يدعم طارق بوشماوي، وبالتالي ايضا ما ينجمش يترشح طارق بوشماوي من غير الدعم نتاع المكتب الجامعي والورقه هذه اللي يسمو يا خويا من عند المكتب الجامعي. دونك هذم اخبار مدنا بهم السيد هشام بن عمران. فاصل الموسيقى ثم مواصلين في فير بلاي حتى